السلام عليكم بنات، عندنا أول درس باليونت الأول هي الكلمات، راح ناخذها اللي موجودة عليها فراغات واختيارات تقريبا 4 أو 5 تمارين. أهم شيء عندكم من هذه يعني كاتبتهن بالملزمة المفردات اللي تخصنا بالفراغات والاختيارات. عندك هنا parent حرق oven اترب، يعني أو قبل أي شيء أنطيك فكرة على حفظ الكلمات، حاولي تحفظيهن على شكل جروبات، يعني تربطين parent ويا oven، parent حرق oven فرن accident حادث تفيدنا، هاي كل المعاني تفيدنا، وتحاولين تحفظين ترجمة وياه مو فقط صورة بس الكلمة. lie down يسترقي، عندك هنا pain ألم ويا من headache صداع، عندك pain والهيدك صداع يعني ألم الرأس، تجي وياها take أو have يأخذ أو يتناول، تجي وياها pills يعني حبوب أو كبسول، pain killer مسكن آلام، وحتى medication اللي هي علاج. هذه مثلا تحفظينها على شكل جروب، pain headache هذه الألم، take have يتناول أو يأخذ، يأخذ شنو pills or pain killer or medication. وعندك هاي الفراغات اللي تخص الوزاري، مثلا شلون عرفنا احنا راح نربطها بهاي الطريقة، I have a terrible headache، عندك headache صداع، can I have أستطيع أن أتناول صم فراغ، فأكيد ما طول عندك هدك وهاف معنى شنو أتناول شنو pain killer مسكن آلام أو ربما medication حسب الكلمة المنطقية. number 2 have you taken any فراغ for the pain، ما طول عندك pain وعندك take، إذن معنى أكو هنا يا أما medication أو pain killer أو pills زين، أو هنا take 2 فراغ when with the water after each meal، تأخذ مثلا not take تأخذ 2 من الحبوب مع الماء بعد كل وجبة، أيضا هذه موجودة عندك في المفردات، هذه لازم تعرفين المعاني مالتها وتربطينها. number أو هذه الكلمة swollen اللي معناها ورم، مثلا I have got pain in my knee، لدي ألم في ركبتي، it is really فراغ شنو swollen، فتربطين swollen أيضا ويا pain ويا knee، knee معناها ركبة، هاي كلها المفردات مهمة، pain knee swollen تحفظيها. swallow يبلع، تجي ويا sore with throat، sore معناها ملتهب، throat معناها بلعوم، مثلا my throat بلعومي is very sore، فصار عندك throat sore I can't، منطق اختيارات swallow أو swollen لأن مش شابهة، فيشوف الطالب يقدر يميز، طبعا swallow يبلع و swollen احنا خدناها ورا. أو هذا الفراغ I can't swallow، لا أستطيع أن أبلع، I have فراغ throat، أنت رابطة throat تجي ويا من ويسور، لا أستطيع أن أبلع، لدي شنو التهاب بالبلعوم. أو مرة ثانية I can't swallow، لا أستطيع أن أبلع، I have a sore، هالمرة جاب لي sore، الفراغ اللي يتخلين به هو throat، لأن sore تضبط ويا throat يعني بلعوم ملتهب، عرفناها لأن ربطناها ويا كلمة swallow يبلع. ايضا عندك كلمة temperature حرارة، degree تجي ويا degree درجة الحرارة، مثلا he has a sore throat and فراغ 39 degrees يعني temperature عنده درجة الحرارة 39. عندنا ايضا pocket معناها سطل، basic نحتاجه وين يتقيأ، نحتاج السطل عندما يتقيأ، ليش يتقيأ؟ لان food not fresh لم يكن، هذه كلها لازم تربطيها. أيضا عندنا كلمة sprained يلتوي، وأيضا عندنا كلمة twist أو twisted أيضا يدرين فيها إيدي يعني أيضا معناها يلتوي، هذه اللي twisted والsprained اللي يلتوي تجي ويا من ويا الأنكل كاحل، هاي كلها حفظ، أنكل يعني الكاحل يتعرض للالتواء، wrist أو الرسغ أيضا، knee الركبة أيضا، elbow المرفق، هاي joints المفاصل تتعرض إلى twisted والsprained لازم تحفظينهن، إذن كلهن حفظ. مثلا I twisted أنا لويت my فراغ when I am playing football، إذن أكيد هنا شنو uncle ينطيج مثلا uncle زين، أو my uncle or elbow الأنكل الكاحل قلنا، الألبو المرفق، hurts يؤذيني، I can't walk لا أستطيع أن أمشي، كلمة أمشي هي الحل مالتها من خلالها يعني راح تعرفين، في الأنكل طبعا ما أقدر أقول الألبو المرفق لأنني ما أقدر أمشي بسبب الكاحل، أو his فراغ ankle prevented him from playing with the team، فشن خلي twisted أو sprained يعني الكاحل الملتوي منعه من أن يلعب مع الفريق. عندنا أيضا كلمة arm ذراع أو leg ساق، هذول يتعرضون المن للbroken للكسر، أو fractured أيضا معناها كسر، broken مرادفة fractured جاية مرة بالوزاري ربط.
مثلا she can't play tennis، لا تستطيع أن تلعب تنس. she has her right arm، ما طول عندك arm، مطيش بالكلمات الفوق broken، فمنو الذراع مالتها شبي broken، مكسور، لذلك لا تستطيع أن تلعب تنس. أيضا عندك كلمة pepper، فلفل حار، cold، زكام، دول اثنيناتهم إذا موجودين معنا شي يصير sneeze، يعطس، فهي دائما تتكرر بالوزارة. مثلا I always farah when I put pepper on my food. pepper إذا معناه أن حاليا شنو اللي أقوم به هو السنيز، العطس. أو علي covered his mouth، هذا جبل 21 للأدبي بالدور الأول. علي covered his mouth، علي يغطي فمه، وين هي عندما شنو سنيز، عندما يعطس. أو 12 we often say plus you، عادة نقول يرحمكم الله، plus you يعني يرحمكم الله، when somebody شنو سنيز، عندما شخص ما يعطس. ايضا عندك feel او felt، يشعر او شعر، تجي ويا من ويا dizzy، يشعر بالدوران، dizzy اذا تجي ويا من lie down، اذا يستلقي، او يصير عنده شنو faint، يشعر بالاغماء او يغمى عليه، هاي كلمات مرتبطة واحدة ويا الثانية. ايضا عندنا كلمة cut، جرح، تجي وياها bleed، ينزف، او blood او دم. my back او my shoulder، كتفي او ظهري، heart، يؤذيني دائما، هاي تجي وياها. مثلا my back فراغ all the time، hearts، ظهري يؤلمني طول الوقت. it only feel okay، اشعر بالاوكي يعني بخير، عندما lying down استلقي. ايضا عندنا lips، الشفاه، تجي وياها dry او sore، جاف او ملتهبة. مثلا my lips are really فراغ sore، منطيني السور الملتهبة، اذا هي ايضا شنو dry، جافة. وين ربطناها؟ ربطناها هو lips، الشفاه. eyes، العيون، تتعرض لمن sore، للالتهاب. My eyes are فراغ sore، عيناي ملتهبان، from the chemical of the pool، بسبب المواد الكيميائية في حوض السباحة. skin معناها بشرة، لمن تتعرض dry، جفاف. the فراغ on my leg is very dry، شنو الموجود على الساق؟ skin، البشرة أو الجلد الموجود على الساق جدا جاف. وأيضا أحط طرق الوزاري sore، يتعرض لها الثروت. dry إما تتعرض فتكتبي له skin يعني الإصابات، sore يعني ملتهب، دائما يقول لك الثروت. dry إما يكون skin. زين joint، مفاصل. joint in the arm، المفاصل في الأرم. هنا هذه طرق الأسئلة الوزارية منطيش فقط E أو S، فلازم أنت حافظة. مثلا اللي يبدي بالE هو من هو elbow، اللي يبدي بالS هو من هو shoulder، هاي حفظ يعني يجي بسؤال السبيلك مثل ما موجود هسه. أو joints in the leg، هذه يعني الأسئلة الوزارية اللي جاية، إنه لازم ناخذ بعد درسين ونرجع على هاي الفراغات. عندنا صفحة 6 بالكتاب الملون بنقاط مهمة جدا، ويجي من عندها وزاري اللي هي هذه الإسعافات الأولية. مثلا النقطة الأولى my shoulder hurts I didn't play tennis، فهنا احتمال shoulder تجيش هي الفراغ، كتفي يؤلمني. احنا أخذنا إذا قرأت بالملزمة المفردات قلنا my shoulder or my back تجوية hurts يؤذيني. نقطة ثانية I فراغ، مثلا parent أنا أحرقت my finger إصبعي on the oven في الفرن، فاحتمال تجيش parent هي فراغ. النقطة الثالثة I've got a broken leg، هذا جاية وزاري، أنا لدي ساق مكسورة. I fractured، احتمال fractured تجيش هي الفراغ، كسرتها in motor bike accident في حادث دراجة. عندي شو فراغ الرابع I feel أنا أشعر، احنا ربطنا feel ويا من ويا dizzy، تربطين، أشعر بالدوران. I need to فراغ lie down، احتمال تجي هذه الكلمتين يعني بالفراغات. النقطة الخامسة جاية بالوزارة هذه I've got فراغ يعني a pain، لدي ألم in my knee في ركبتي. it is really swollen، إنه حقا منتفخة أو يعني مرمى، فتربطين pain ويا knee، والني حاليا هي swollen، هاي تربطين هالكلمات. number 6 I've got a terrible headache، لدي صداع، headache احنا حكينا على headache، اذا عندي headache اذا can I have some painkillers، فpainkillers احتمال تجيش فراغ، مسكن آلام، وهذه جاية فعلا بالوزارة. 7 I've got a sore throat، لدي التهاب بالبلعوم، احتمال sore او throat تجي فراغ. it hurts so much، تؤذيني جدا، that I can't فراغ swallow، لا استطيع ان ابلع، فتحفظين هنا ذني على شكل جروب. number 8 I have a temperature of 39، إذا ما طول عندك 39 يقصد بدرجة الحرارة، إذا حاليا عندك يحكي عن temperature درجة الحرارة. هذه التاسعة جاية وزاري I have a very bad cold، cold حكينا عنها نقول زكام.
I can't stop فراغ sneezing لا أستطيع أن أتوقف عن العطاس sneezing ربطناه يوما ويا cold. 10 I need this pocket أحتاج هذا السطل يعني مثل هذا اللي أقصد به because I think I am going to be فراغ sick لأنني أعتقد أني سوف أتقيأ. عندي 11 I've got a bad wrist لدي wrist مالتي ويؤلمني يعني الرسغ يقصد به I فراغ sprained يعني لويته it lifting weights in the gym عندما رفعت الأثقال في النادي. 12 I twisted هذا احتمال twisted تجي فراغ طبعا ويا من ويا my ankle يعني الانكل الكاحل يتعرض إلى الالتواء playing football يعني ما أقدر أقول على الكاحل broken يكسر أقول عليه twisted يلتوي. أو 13 جاي وزاري أيضا my two إصبع القدم is bleeding bleeding احتمال فراغ bleeding معناها ينزف ليش خلينا bleeding لأن عندنا cut جرح فالcut نربطه ويوما ويا bleeding I cut it on a piece of the glass جرحته في قطعة من الزجاج on the beach على الساحل. و 14 my lips شفاهي are really dry and sore فاحتمال dry فراغ أو sore فراغ وإحنا ربطنا dry جاف أو sore ملتهب ربطناهم اثنيناتهم يوما ويا lips الشفاه. صفحة 7 المهم بها هي G I am going to put your wrist سوف أضع wrist رسغك in plaster في البلاستر يعني تعرفوا البلاستر يعني اللاصق مال الجرح فالرست أو بلاستر احتمال تجي فراغ طبعا هذه أهم النقاط اللي من المحتمل أنه تجي من عندها فراغات بالوزارة. صفحة 2 بالنشاط راح نحل التمارين اللي تتعلق بهاي الكلمات أول واحد هو صفحة 2 الـ A هذه مجموعة من الكلمات تقسمينها على هاي الجروبات زين. احنا راح نترجم هالكلمات وراح اقول لك من هو المهم واللي لازم تحفظينه تمام. مثلا عندك انكل كاحل هذا مهم حفظ ملا باندج اللي هو الضماده ايضا حفظ بلود دم هذه بمجرد تفهميه بونز عظام مجرد تفهميه بريذ يتنفس ايضا فقط تفهميه يعني تعرفين المعنى مالته فقط لكن هذني لا تحفظيه حفظ كوف يسعل ايضا يعني بس مجرد تعرفين المعنى مالته كريم دهن كريم البولا هذه حفظ خلي عليها دائرة فينت يغمى عليه أو يفقد الوعي أيضا حفظ عندك كلمة هارت قلب هذه خلي عليها دائرة هاي حفظ حفظ ملا ني ركبة خلي عليها دائرة حفظ ميديسن يعني علاج أو دواء فهميها لما تجي سبيلينج تقريبا تجي فراغات بلاستر هذه تجي سبيلينج معناها ضمادة أو لاصق بلاستر هاي حفظ خلي عليها دائرة بولز حبوب فهم المعنى يعني كحبوب أو كبسول شولدر هاي خلي عليها دائرة هذه حفظ معناها كتف سكن بشرة أو جلد خلي عليها دائرة هذه حفظ سنيز عطاس هذه فهميها لأن تجيش فراغات ستومك معدة يعني مو مهمة سولو يبلع هذه حفظ رست رسغ هذه أيضا حفظ خلي عليها دائرة هذه فهميها لان تجيش فراغات فاللي خلينا عليها دائرة ومعناها تحفظينها حتى إملائيا هذه أنكل راح أعيدهن ألبو هارت وباندج أيضا هذه حفظيها لأنها من جاية عندك سبيلينج ني بلاستر شولدر سكين ورست الباقي فهم المعنى مالتهم لكن دول اللي اشرناهم حفظ املائيا. هذه الكلمات اللي ذكرناها راح نقسمها الى مجاميع. اول مجموعة اللي هي تريتمنت العلاج هذه تريتمنت علاج حاولي طبعا انت عندك تريتمنت علاج وعندك ميديسن ايضا علاج وعندك كلمة ثالثة جري حاطة هنا وكتبيها قدامك حتى ما تنسينها اللي هي الميديكيشن فش يصير عندك ميديسن ميديكيشن تريتمنت كلهن شنو يعني علاج. في العلاج عندنا اول علاج اللي هو البانديج منطقيه بعد يقول لك شنو بعد عندنا علاج غير هذا البانديج اي عندنا كريم خليني كريم هنا بعد غير الكريم عندك علاج الميديسن خلي الميديسن هنا بعد غير الميديسن بلاستر او ايضا اخر شيء بولز اللي هو حبوب. عندنا المجموعه الثانيه اللي هي هذه تريتمنت حاول تحفظيها. نجي على جونز جونز كلش مهمة هاي حفظ خلي عليها دائرة حفظ طبعا باديلي بالانكل الكاحل بعد عندنا جونز هنا البو تكتبين البو المرفق
البو يعني مرفق. بعد عندنا هنا جوينتس الني الركبة، ني الكيمة الفم. زين عندنا بعد هنا جوينتس شولدر الكتف، ني معناها ركبة، شولدر معناها كتف. عندنا ايضا هنا الرست، رست معناها رسل، رسل موجود باليد. عندنا المجموعة الثالثة مو مهمة ما جاية بالوزارة، verbs يعني أفعال، breathe تنفس أحد الأفعال اللي يقوم بها الإنسان، يعني مثلا يتنفس. بعد أحد الأفعال اللي يقوم بها الإنسان cough السعال. أيضا عندك faint يفقد الوعي، عندك أيضا sneeze يعطس، أو أيضا عندك كلمة swallow. swallow مهمة دائما تجي اللي معناها يبلع، سنيز وسوالو وفينت راح تجينا فراغات. المجموعة الأخيرة والرابعة inside and outside. inside معناها داخل، outside معناها خارج. شنو داخل وخارج؟ شنو الجسم؟ احنا الاوتسايد عندنا بس وحدة جرخه وكتب يمها سكن، فقط البشرة، الباقي inside. مثلا البلود الدم هو inside داخل الإنسان، bones العظام هي داخل الإنسان. بعد ايش عندنا؟ الهارت القلب، القلب مهم يجي سبيلنج داخل الانسان. بعد عندنا ستوميك المعده، هذه ايضا داخل الانسان. والسكن المفروض نكتب هنا، خليناها اشرنا على الاوتسايد وقلنا عليه سكن، هاي حفظيها الانسايد والاوتسايد لان احتمال تجي تقول شنو الاوتسايد فراغ دبلي السكن، او الانسايد ذا بودي وينطج فد كلمه او حرف وانت تكملين. عندنا صفحة 19 قريب على الكلمات اللي أخذناها بصفحة 2 بالنشاط حتى تصير المجموعة من الكلمات مترابطة. مثلا name three joints in the arm، أهم شيء joints حافظتها، شنو يعني مفاصل، arm شنو يعني ذراع. يريد طبعا مو كيفش، يريد مثلا اللي تبدي بالدبليو، منو المفصل اللي أخذناه يبدي بالدبليو؟ wrist. كملين نفس الشيء بها يعني الطريقة نفسها بالوزارة. اللي يبدي بالإي من هو؟ elbow. اللي يبدي بالاس من هو؟ shoulder. انت لازم حافظتين السبيلنج مالتين. زين joints مفاصل لكن وين؟ leg بالساق. اللي تبدي بالكي اللي هي ني، اللي يبدي بالاي اللي هو الانكل. هنا طبعا هذا اجى بالدور الثاني، هاي الكلمة جايبها نصا هاي covering cut، واحد الاسئلة الوزارية جايب treatment علاج، فانتبهي. يقول لي treatment أو covering cut يغطي الجرح، طبعا covering يعني أشياء تغطي الجرح، treatment علاج. بهاي الطريقة وبهاي الطريقة أنت لازم تعرفين شو يقصد به. منطيني هو شنو؟ PL. منو اللي يبدي بال PL؟ plaster هاي حفظ طبعا plaster، أو منو بعد؟ الباندج، هذاني حفظ. طبعا أنا رحت صفحة 19 مثل ما قلت لك لأن مقاربة للكلمات حتى تفهموها. عندنا أيضا السي، مثلا I feel dizzy أشعر بالدوران، I think I am going to. هو هنا بالنشاط منطج أحرف، بالوزاري ماكو أي حرف، أنت يعني تختاريها من الكلمات الموجودة فوق وتخليها. فهنا يقصد يعني faint يغمى عليه. I can't swallow لا أستطيع أن أبلع، إلى علاقة بمن؟ بالثروت. منطيني السور اللي ناقصه شنو؟ الثروت البلعوم. and فراغ هنا درجة الحرارة، إذا شنو نقول له؟ temperature درجة الحرارة 39. 3 you have to take يأخذ، شو يأخذ؟ 2 of balls 2 من الحبوب، 3 times a day 3 أيام في اليوم. ذا فراغ الموجودة على الليك هي dry، إذا منو اللي يتعرض للدراي وموجود على الليك؟ السكين. زين so I have to put لازم شو أخلي له؟ كريم، أخلي له كريم on every day يوميا. 5 we often say plus you عادة نقول يرحمكم الله إذا الشخص سوى سنيز يعطس. زين but we don't say it لكن لا نقول إذا الشخص شبي coughs يسعل. عندنا الصفحة 3 نرجع لها اللي هي الفراغات. number 1 have you got a cold؟ تذكرنا هنا عندنا cold، بمن تذكرنا الكولد؟ الزكام. بمن؟ سنيز. اذا انت رابطة الكولد اللي معناها زكام، دائما الشخص يكون سنيز. طبعا when I put pepper on my food عندما اضع البيبر on my food، خلي بالك ما راح يجيب لك يعني اثنينات الكولد والبيبر، يا اما بيبر يا اما كولد، فانت شو تخلين تقولين بيبر او كولد؟ انا شو اخلي بالفراغ؟ سنيز ربطي. زين number 2 he was three times in a night
زين سوى 3 مرات بالليل. The thing that food food شبي الفود at restaurant اللي بالطعام اللي بالمطعم where he has or where he had اللي أكله was not very fresh لم يكن طازج. فتربطين الفود was not very fresh معناه هو حاليا شبي حاليا هو sick يتقيأ 3 مرات في اليوم. 3 she cut cut مهمة جرح her hand جرحت يدها while she was chopping vegetables بينما هي تقطع الخضروات. It was very deep cut كان جرح جدا عميق. And it was إذن الجرح هنا ربطوي يومين وهي كلمة bleeding ينزف حاليا الجرح ينزف a lot so he had to go to hospital and have it stashed. stashed يعني تخيط الجرح. 4 my back my back ظهري ربطنا ويا كلمة hurts my back hurts all the time يعني ظهري يؤلمني طول الوقت. it only feels okay أشعر بالخير when I am lying down عندما أستلقي. 5 I can't play tennis لا أستطيع أن ألعب تنس. ليش الأرم مالتها شبي broken الأرم تعرض إلى الكسر لذلك ما تقدر تلعب تنس. الأرم يعني ذراع الذراع اليمين. I went to swimming yesterday. ذهبت إلى السباحة البارحة. And now my eyes. والآن عيناي are العينان. شي صار بهم sore يلتهبان from the chemicals in the pool من المواد الكيميائية في حوض السباحة. خلنا نطش ملاحظة على هاي النقطة. طبعا بالوزاري شو مسوي جايبها منه ومكمل. ومرة بالوزاري جايب هاي الكلمة اللي هي chemicals المواد الكيميائية جايبها هي فراغ. يعني صار موجوده فراغ الكيميكالز. زين نيجي نمبر 7 وير اكزاكتلي ذا فراغ اند هاو لونج هاف يو هاد ات. هذا السؤال من اللي يساله الطبيب دائما شي يقول لك وير اين اين شنو اين الالم. زين وير اكزاكتلي اين بالضبط الالم اند هاو لونج كم المده الذي كان لديك. 8 it was a very hot day يوم حار and she hadn't eaten ولم تأكل or drunk أو تشرب anything all day أي شيء طول اليوم. that's why لذلك she suddenly went pale أصبحت فجأة pale شاحبة and felt طبعا dizzy لأن feel ربطنا هو dizzy during the lesson خلال الدرس. عندنا صفحة 68 بالأسئلة الوزارية بس نطلع على طريقة الأسئلة الوزارية لهاي المفردات. تشوفين السبيلنج 68 فرع سي نقطة السادسة joint in the link. joint in the link يعني مفاصل في القدم وباديلك بالأي. فأنت لازم شي تكتبين ايش حافظة اللي المفصل اللي يبدي بالأي منه فتقولي له أنكل. بهاي الطريقة بالوزارة يجي. عندنا صفحة 72 هذه الفراغات broken اللي معناها مكسور ربطناه ويا الأرم pain الألم و faint يفقد الوعي. مثلا النقطة الأولى she can't play tennis لا تستطيع أن تلعب تنس she has her right arm ما طول عندك arm إذن معناها broken. وأيضا النقطة الثانية I feel dizzy أشعر بالدوران I think I am going to فما طول يشعر بالدوران إذن شو راح يصير عنده faint إغماء أو يفقد الوعي. أو عندك النقطة الخامسة where exactly هاي حكينا عليها الطبيب إذا يسأل المريض يقول له where exactly the pain أين بالضبط الألم. عندنا صفحة 97 السؤال الثالث سي سؤال السبيلنج بس نطلع هنا نشوفه joint in the leg. joint in the leg يعني مفصل في الساق في الساق يس ما منطج حرف يعني معناه بكيفك أي مفصل أنت تكتبينه ankle كاحل knee ركبة اي مفصل تخلي فتخلين مثلا انكل انت حافظت او ني. او مرات ترى بالوزاري لا ينطيج الحرف الاول فانت لازم تكتبين اللي يريده. عندنا نفس الصفحة اللي هي 97 مثلا عندنا throat البلعوم اللي ربطنا ويا من ويا swallow يبلع ويا sore. عندنا هنا النقطة الثانية I can't swallow لا استطيع ان ابلع I have a sore لدي a sore شنو throat sore throat يعني بلعوم والتهابي. بهاي الطريقة انه من تربطين كلمة ويا ثانية تقدرين تسيطرين على الفراغات او على الاختيارات او حتى على الربط. عندنا صفحة 18 بالاسئلة الوزارية النقطة الثانية I always when I put pepper on my food pepper احنا pepper ربطنا هو والcold ويا من ويا السنيز بما انا شفتي هنا pepper اذا تربطينها تخلين بالفراغ كلمة سنيز. طبعا عندك هواي أسئلة تخص هذه المفردات هواي نقاط أنا اختارت كم نقطة اللي تحب تحفظ الكلمات واللي تبقى ببالها حتى ما تنساها تحل أسئلة وزارية
حتى تحفظهن، لأن هواي بنات يقولوا إحنا نحفظ وننسى، السبب إنه يراد لهن حل أسئلة وزارية هواي متكررة وكتابة وحفظ ولفظ متكرر إلى أن تقدرين تسيطرين على هاي المفردات.